السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، لو أخويا الكبير، يعني هو كان لي أخ تاني وتوفاه الله، يعني ربنا يرحمه يا رب. فلي أخ تاني أكبر، بس هو مسافر يعني، فمش بيكلمنا خالص. ومش أخوكم الأصغر لا يكلمكم، لماذا لا يكلمكم؟ لا، هو بيكلمنا عادي يعني، بنكلم عادي وكده، بس هو مش بيسأل علينا يعني، مش بيسأل، مش طيب وما السؤال؟ يعني احنا لو مش كلمناه، لا، تتقابلي الإساءة بإحسان، تقابلي الإساءة بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعفو ويسيئون، أعطي ويمنعون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. بارك الله فيك يا فيك يا أختي.